Alba. Carvajal. Sergio Busquets. الكرة ستعود للملعب من التماس. دافيد سيلفا. الكرة الجميلة الأخيرة اللي كنا نشاهدوا فيها لم تكتمل على خير بعد تدخل المنافس. فانسون كومباني. يتعدى يهرب على الدفاع. يحب هذا اللاعب اللعب ملتصقا بالمدافعين، لكن عليه ان يحسن من اختيار توقيت هجومه وتمركزه. سيرجيو بوسكيتس. شوف الامتلاء، اختيره والكره ترتد من القائم، كانت قريبه للهدف. قدره عاليه من المدافع. الفرسان ياتون للمساعدة. سيرجيو بوسكيتس. تسديدة وكرة عن جول. دافيد سيلفا. شوفوا التمريرة عرضية، أجويرو. عبد الله مهاجمنا نعرفوه في هذه الكرة الراسية، يعني افرح سجل هدف خلاص، لكن التوزيع ما كانتش موافقة اليوم، يعني صعيبة شوية كانت عليه. مثل ما تعرف مهاجمك أنه حينما تصل الكرات إلى رأسياته افرح وسجل، فأعتقد حتى اللي نفذ الكرة العرضية تعودناه ضع رأسك وتسجل. أجويرو. تسديدة وكرة باتجاه الحارس. كرة صعبة أمام المرمى. كرة خرجت برا، ضربة مرمى. نيكولاس أوتاميندي. كرة برا الخط ستعود على التماس. جوردي ألبا. سيرجيو بوسكيتس. من الممكن أنها ركنية. الفريق هذا كأنه يقدم الأداء لخصمه، يقول له ما نحبش نلعب، خذ الكرة. أغويرو. يايا توري. سيرجيو بوسكيتس. من هذا المكان يشرب حظه بتسديده قويه. فرصه وجول. يايا توري. أغويرو. من هنا يأتي الدعم. المهاجم مر ولا كأن في الطريق نقطة تفتيش. سيرجيو بوسكيتس. يايا توري.
الجزاء. إذا الحكم يعلن ضربة جزاء لكن يكتفي بالقرار هذا الإداري بعيدا عن التأديب، لا يستعمل أي كرت. أعتقد أن الفريق المهاجم بالأساس يا عصام يكتفي بضربة الجزاء ودون الرجوع إلى هل أنه يستحق ورقة صفراء أو حمراء. التنفيذ القادم يسجل. ركلات الجزاء كما تعرف مش في كل مباراة يحصلها الفريق، لذلك استغلالها كان مطلوب واللاعب ما عندوش مشكل في النجاح في البنالتي. من الطبيعي جدا أن ينجح في تسجيلها، الكرات من نقطة الجزاء مهمة صعبة لحراس المرمى. هذه التمريرات التي إذا النصر أصدقاء. الحكم يعطي إشارة انطلاق الشوط الثاني. إيفان راكيتيتش. دافيد سيلفا. تمريرة لأغويرو. الهجمة كانت منظمة ممتازة جدا لكن في الأخير خسر الكرة. تدخل قوي مخالفة وممكن يكلفوا ورقة صفر. أغويرو. حقيقة لاعب ذكي ولاعب تكتيكي، عارف كيف يعترض الكرة الأخيرة باش يفكها. دافيد سيلفا لقد ذهب، حارس يوقف كرة بعد تسديدة. أنطوان غريزمان. سيرجيو بوسكيتس. إيفان راكيتيتش ممكن يسجلها، نعم إليه. هدف رائع يقربهم أكثر من نقاط الفوز. مش ممكن أن تسدد بهذا القرب من العارضة بدون أن ترتطم فيها. المحاولة بدأت بامتياز، كرة منظمة وسريعة ولكن في الأخير افتكت منهم الكرة. كارفاخال. توقيت فاول. من غير ما يستناول فاول سريعا. أنطوان غريزمان. ممتازة جدا من الدفاع، استخلاص رائع للكرة. كرة تتوقف بطريقة عجازية، ضربة في اتجاه المرمى، محاولة تسديد والفرصة ضايعة، كرة في العرض. يايا توري. دافيد سيلفا. تم اعتراض الكرة في وسط الملعب.
سيرجيو بوسكيتس. في اعتقادي هذا الخطا يستوجب ورقة صفراء صراحة. يا رب فال. ضربة ركنية. كورة ممتازة يمشي الحارس في بعد على الكورنر. أسكيلي كويتا. كأنك في حضرة تنازع حقيقي على الكرة. سيدو دومبيا. شوت على المرمى، صدق أو لا تصدق، هذا الحارس مجنون. تسرع والكرة في الزاوية. من ركنية قد يأتي الجديد. من هذا المكان يجرب حظه بتسديدة قوية. جول. إعادة الهدف من كاميرا ثانية. فريق ممتاز وفريق مظل في هذه المباراة، يتداولون على التسجيل. أغويرو. تسديدة وكرة على الجول، تصدي عظيم لحارس أعظم. اعتراض في منطقة الوسط والكرة بحوزتهم. ما غير معاناة الكرة ترجع عند الحارس. لم نعتد أمانة عبد الله رؤية الجماهير بهذا الصمت. نعم لقد حصلوا على القليل ليهللوا من أجل في هذه المباراة. سيرجيو بوسكيتس. حارس وقف كورته، الكرة بين يديه. Aguero. استحوذوا على الكرة في منتصف الملعب. لا لوم على اندفاع المهاجم، اللوم على من مرر، كان يجب أن يمرر مبكرا لكنه مرر وقت التسلل. أغويرو. آخر صافرة اليوم، خلاص أنهى الحكم. انتصار البقاء.